اليوم نبلش بالكربوهيدرات اللي هي عبارة عن الوحدة الثانية. هون معانا خبزة، يعني أساس إنه أكتر شيء نشويات في الخبز. هلا نشوف شو هم الكربوهيدرات. بيجي بعرف لي إياهم: carbohydrates are the most abundant class of organic compounds found in living organisms. يعني أكتر مادة عضوية موجودة في الكائن الحي هي الكربوهيدرات. طيب منين إحنا بنجيبها؟ They originate as products of photosynthesis. هم ناتجين، كل الكربوهيدرات ناجمين أو معظمهم ناجمين عن عملية الفوتوسينثيسيس اللي هي التركيب الضوئي. مين بيعملها الفوتوسينثيسيس؟ هاي البني آدمين ولا النباتات؟ النباتات. النباتات. أوكي. طيب the endothermic reductive condensation of carbon dioxide requiring light energy and pigment chlorophyll. إذا هذا عملية الفوتوسينثيسيس عبارة عن endothermic. endothermic يعني بفوت طاقة أو بيمتص طاقة، تمام؟ reductive condensation دمج، تمام؟ لمين دمج؟ للكربون دايكسايد، هي ثاني أكسيد الكربون، requiring light energy and the pigment of chlorophyll. إذا المعادلة تبعت عملية التركيب الضوئي يفترض إنه يكون أخذناها إحنا في الكوجنيزي، ماشي الحال، أو اللي بتقولوا له phytochemistry. هاي ثاني أكسيد الكربون ومية بواسطة الإنرجي اللي هي ضوء الشمس وإيش الكلوروفيل. لازم يكون حاطط لي على السهم هون كلوروفيل. في ناس بشيلوا كلمة إنرجي من هون بحطوا هون إشارة اللايت، تمام، وهون بحطوا كلوروفيل. بدون الكلوروفيل هذا التفاعل ما بصير، فيعني أنا لازم أخربش لي خربوشي هون. اوكي لازم نكتب كلمة كلوروفيل، هاي كلمة طويلة شوي، كده اكتبها تكون الصورة علي. هاي لازم نكتبها فوق السهم او تحت السهم، كلوروفيل. اوكي اذا بواسطة الكلوروفيل والإنرجي اللايت إنرجي. في ناس زي ما اتفقنا بيكتبوا إنرجي هون، في ناس بيحطوا إشارة اللايت. إشارة اللايت هيك بتكون، ماشي الحال. فإذا يا منحط هاي يا منحط هاي، أوكي ماشي. نشطب نحنا هاي عشان إيش تكون إنه هي هادي اللي أصلا فيها هون. أوكي فسواء كتبوها هيك صح سواء كتبوها هيك صح. اذا شو معادلة التركيب الضوئي او البناء الضوئي او اللي بنقوله بالانجليزي فوتوسينثيسيس؟ ثاني اكسيد الكربون ومية بواسطة الكلوروفيل واشعة الشمس بيطلع عنا مركب اللي هو الكربوهيدراتي اللي رمزه العام CnH2NOn، اوكي، زائد اكسجين. خلاصة الموضوع شو عملت لك النبتة؟ اخذت ثاني اكسيد الكربون من الجو. طيب نيجي لا functions of carbohydrate. functions of carbohydrates اللي هو هذا نحن بنقول عنه كلام إنشاء، أوكي، كلام إنشاء، وبيعطينا شوية أمثلة. بس الغريب لما كانوا يجيبوا هاي المادة في الشامل كتير كانوا يركزوا على ال functions. يعني من هاي ال functions ال 15 كان يصدف كل مرة سؤال أو سؤالين. ليه؟ لأنه بيعتبروا إنه هاي الجزء هذا حفظ ما بيعتمد على فهم، فالطالب سهل إنه يجيب فيه علامة. أوكي طبعاً إذا أنت بتعرف المعلومة هي جبتها، ما بتعرف المعلومة راح الموضوع منك. طيب شو شغلتهم الكربوهيدرات هدولي؟ They provide major source of energy، طاقة. ناكل نحن خبز كل يوم، ناكل رز كل يوم عشان يعطينا طاقة. And protein sparing action. كيف يعني protein sparing action؟ يعني إذا أنت عندك كربوهيدرات ماشي الحال ما في داعي تهضم البروتين، لأنه الجسم عنا في عنده أولويات في عملية الميتابوليزم. كيف يعني؟ يعني عادة الجسم بهضم الكربوهيدرات. بدي أختصر الكربوهيدرات CHO، اختصار الكربوهيدرات. أول شيء الجسم بيهضم كربوهيدرات، خلصنا كل الكربوهيدرات اللي عنا، بيبلش الجسم يهضم الليبيدز الدهون. أوكي طيب
هضمنا كل الليبيدز اللي عندنا، كل الدهون خلصناها في جسم بني آدم، ببلش الجسم يهضم البروتين، وهذا هو الحل الأخير اللي بيكون بني آدم قدامه، ساعتها بيدخل البني آدم في مجاعة إذا بلش يهضم البروتينات. ثواني فإذا شو أصبح معانا هيك؟ أصبح معانا إنه هي بروتين سبيرينج أكشن. كيف يعني؟ إذا عندك كربوهيدرات أنت حتهضم الكربوهيدرات، ما في داعي تهضم البروتين. أوكي، البروتينات هي اللي بتكون جسمنا، هي اللي بتكون العضلات، هي اللي بتعمل الإنزيمات، هي اللي بتعمل معظم الهرمونات، ماشي؟ فالبروتين إشي أساسي في جسمك مو أسهل. أوكي، فبالتالي إذا إيش؟ ضرورية البروتينات كتير، فإحنا من مصلحة البني آدم ما يهضم البروتينات. أوكي، لكن إذا اضطر ما في أكل نهائي رح يهضم البروتينات. فلذلك إذا وجد عندك، فلذلك البني آدم بيأكل كربوهيدرات علشان ما يهضم البروتين. أوكي، طيب إذا أول إشي إنرجي سبيرينج، بروتين سبيرينج أكشن، بريكينج داون أوف فاتي أسيدز أند بريفينتينج كيتو أسيدوزيز. شو يعني؟ يعني الجسم قلنا إذا ما في عنده كربوهيدرات رح يبلش يهضم الليبيدز الدهون. هلا إذا الجسم هضم دهون بكميات كبيرة بيعمل إشي اسمه كيتو أسيدوزيز. أوكي، بيزيد حموضية الدم. أوكي، وينتج إشي اسمه الكيتون بوديز، وهاي المشكلة بتظهر كتير في المرضى السكري لأنهم ما بيقدروا يهضموا الكربوهيدرات، بيروحوا على طول لعند الليبيدز. ليه ما بيقدروا يهضموا كربوهيدرات؟ لأنه ما عندهم إنسولين كفاية أو ما عندهم إنسولين بالمرة، والإنسولين ضروري عشان يدخل الكربوهيدرات لجوا الخلية. فمرضى السكري مباشرة من كتر ما جسمهم على طول بيروح لعند الليبيدز وبيهضمها، بيعمل كيتو أسيدوزيز. فبالتالي وجود الكربوهيدرات بيمنع تحطم الدهون وبالتالي بيمنع الكيتو أسيدوزيز. طيب الفائدة الرابعة biological recognition processes and immunoglobulins. هلأ في المناعة في عنا على سطح الخلايا أشياء بتخلي خلايا الدم البيضاء تعرف الإشي اللي تابع للجسم والإشي اللي مش تابع للجسم، فهذا بيسموه recognition process. طبعاً الإشي اللي موجود على سطح الخلايا بيكون عبارة عن نوع معين من الكربوهيدرات الجسم بيصنعه. طيب شو كمان نستفيد منها؟ flavor and sweeteners. وإحنا الحمد لله مستغلين الكربوهيدرات من هاي الناحية أبشع استغلال. أوكي، كل إشي نحط فيه سكر، الأكل الحلو نحط فيه سكر، الأكل المالح نحط فيه سكر، نحط سكر في كل إشي. طيب تستفيد منها كمان كديتري فايبر سيليلوز. هلأ الفايبرز الألياف جسمنا ما بيهضمها، طب ليش ناكلها؟ علشان تحرك الجهاز الهضمي أو تحرك الأمعاء، عشان الواحد ما يصير معاه إمساك، عشان ما يصير معاه سرطان قولون. طيب سبعة derivatives of cellulose. طب ما حكينا للسيليلوز بالأول؟ لا، بيقول لك إنه في مشتقات للسيليلوز اسمهم سيليلوز نايتريتز. طيب شو معنى دول السيليلوز نايتريتز؟ are used in explosives. تمام، بيستخدموهم في صناعة المتفجرات، يسموهم نايتروسيليلوز. تمام، وبرضه بالليكوريج بالمشروبات الروحية. السيليلوز أسيتيت is used in photographic film and backing materials. مشتق تاني من مشتقات السيليلوز اسمه السيليلوز أسيتيت، بيستخدموه لصناعة الأفلام الفوتوغرافية. هذا أيام قبل الإلكترونيات هاي كلياتها، أيام الصور الفوتوغرافية القديمة. طيب تمانية، شو فائدة الثامنة؟ regulation of various metabolic processes in the body as key molecule in the central metabolic pathway of the body. زي ما اتفقنا جسمنا أول شيء بيهضم الدهون، بعدين الليبيدز، بعدين البروتينز. فبالتالي وجود الكربوهيدرات بيعمل regulation لعملية الميتابوليزم كلياتها، منه الجسم ما بيطلع أجسام كيتونية ولا بيعمل أسيدوسيس، ومنه بيحافظ على البروتينات اللي هي بتبني الجسم. طيب الفائدة التاسعة serve also as stored form of energy.
امتى بخزن جسمنا كربوهيدرات على شكل انرجي؟ اللي هو الجلايكوجين، تمام؟ احنا الجلوكوز الزياده ما بنكبه، الجسم ما بكب شيء زياده. اوكي، بخزنه، الجلوكوز الزياده بتخزن على شكل جلايكوجين، ورح نشوف لقدام كيف شكل الجلايكوجين. الجلايكوجين هو السكر المخزن في الحيوانات، موجود في الكبد وموجود في العضلات. الجلايكوجين في الكبد واللي في العضلات بسموه مايوغلوبولين. طيب، في عنا 10 important component of a nucleic acid. مين هدول النيوكليك اسيد؟ برضه حناخدهم وحدة لحالهم، اللي هم اللي بيشكلوا عنا الدي ان اي والار ان اي، الاحماض النوويه تبعت البني ادم. طب شو دخل السكر في الاحماض النوويه؟ واحد من الكربوهيدرات من السكريات بيدخل في تركيب الاحماض النوويه. شو اسم السكر اللي بيدخل في تركيب الاحماض النوويه؟ رايبوز. هلا كمان شوي بنشوف شو هو هذا الرايبوز والديوكسي رايبوز. رايبوز سكر خماسي، ديوكسي رايبوز سكر خماسي منقوص الاكسجين. طيب، الفائدة 11 function as physiological anticoagulant. هذا السؤال كتير كانوا يحبوه بامتحانات الشامل، كتير كتير كانوا يجيبوه، يغيبوا يغيبوا ويرجعوا يجيبوا، يغيبوا يغيبوا ويرجعوا يجيبوا. اوكي، ليه؟ على اساس انه هو الهيبرين دواء. اوكي، وانت لازم تكون عارف من مادة الادوية ان الهيبرين بيشتغل anticoagulant، ومن مادة البيوكيمستري لازم تكون عارف انه الفانكشن تبع هذا الهيبرين او الستركتشر تبع هذا الهيبرين هو عبارة عن كربوهيدرات. وفي مرات كانوا يتقلوا العيار ويطلبوا الستركتشر تبع الهيبرين، ماشي الحال؟ فهذا الهيبرين، يعني حط اللي عندي نجمة، حط اللي عنده اي اشي واعرف لي كل شيء يتعلق بالهيبرين. اوكي، هو انتيكواجولانت، هو كربوهيدرات، طلع الستركتشر تبعه برضه مش غلط، مرة هي بس من المرات طلبوا الستركتشر تبعه. اوكي، طيب، storage form of food in plant as starch. يبقى الكربوهيدرات الزيادة في النباتات تخزن على شكل نشا، وفي الحيوانات الكربوهيدرات الزيادة قلنا شو بيتخزن على شكل جلايكوجين. اوكي، طيب، 13 many glucosides، تمام، ايش هم هدول الجلوكوسايدز؟ هم كربوهيدرات ديريفاتيف فروم بلانت، يعني سكريات او مشتقات من السكريات موجوده في النباتات اسمهم جلوكوسايدز. طيب ايش مالهم؟ يعني سكر بيكون مشبوك مع شيء ثاني. ار امبورتنت دراجز كمان، يعني مش بس الهيبرين، برضه في كمان هدول الجلوكوسايدز برضه امبورتنت دراج، such as جلوكوسايد ديجيتاليس. مين مرق معانا هذا ديجيتاليس؟ ديجيتاليس دايجوكسين، ديجيتاليس لاناتا، فارماون. اوكي، اللي هو الدايجوكسين اللي كان يستخدم لايش حسب ذاكرتك؟ للكونجستيف هارت فيلير. وكان في عندنا دايجوكسين والديجيتوكسين، تنيناتهم يعتبروا جلوكوسايدز، تنيناتهم مستخرجين من نبات الديجيتاليس، واحد من الديجيتاليس لاناتا، واحد من الديجيتاليس بوربورا. طيب ايش معلومه دول الجلوكوسايد اوف ديجيتاليس؟ طيب نيجي هلأ شغل البيوكيمستري اللي هنجد، classifications of carbohydrate. هلأ بدنا نخش كيمياء، مظبوط، تصنيف الكربوهيدرات اللي حكيناه قبل كان مقدمة يعني. اوكي، carbohydrates are شو مالهم؟ polyhydroxyaldehydes or ketones. شايف هذا التعريف؟ كل وحدة رح ناخدها، رح ناخد مركب مميز ورح ناخد له تعريف. التعريف احفظه عن ظهر قلب. طب ما انت ما بتجيبي تعريف، بس انت لازم تكون عارفه علشان ما تتوه مني في المستقبل. اذا الكربوهيدرات النشويات هاي بولي هيدروكسي الدهايد اور كيتون، يعني المركبات اما حتكون كيتونيه او حتكون الدهيديه، وفي عليها ايش كمان؟ بولي هيدروكسي. هلا لما هو بيجي بوصف لك الحكي هيك توصيف، انت ضمنيا لازم تترجمه لكيمياء، ماشي؟ يعني هيدروكسي بولي هيدروكسي، ايش يعني هيدروكسي؟ هيدروكسي الجروب، ايش هي؟ مجموعة الـ OH. اوكي، وحدة حيكون عندنا OH ولا كتير؟ أكثر من وحدة. أكثر من وحدة، قايل لي بولي هيدروكسي، يعني أكثر من وحدة عندي OH. الدهايد شو رمزه؟ RCOH. R C دبل بوند O، ماشي، H، هذا الدهايد، تمام. وكيتون بنفس الوقت ولا شو كتب لي؟ اور كيتون، حلو، ماشي الحال. اذا هم البولي هيدروكسي علينا،
ماله اللون؟ دكتورة دبل بوند او بعدين كمان مجموعة ار. عفارم عليكي، ممتاز. هاي دبل بوند او وهاي الار. الشرط اللي على اليمين زي اللي على الشمال؟ لا، بنحط لها فتحة اساس اللي على اليمين غير الشمال، هذا اورجانيك. طيب اذا شغل البايوكيمستري بيقول لي انه الكربوهيدرات هم بولي هيدروكسي الدهايد اور كيتون، تمام؟ بس نشيك انه احنا عارفين شو يعني هيدروكسي، شو يعني الدهايد، شو يعني كيتون، وهذا التعريف ما بصير تمشي وانت مش حافظه. اوكي، رح نضل نعيده. طيب اور سبستانسز ذات يلد such كومباوندز اون هيدروليسيس، او لو ما هو بيتكسر بيعطيني هيك شيء. Many but not all carbohydrates the empirical formula have the empirical formula CH2O كلها by N. Empirical formula يعني الصيغة العامة، ماشي؟ معظم الكربوهيدرات إلها الصيغة العامة CH2O كله by N. هاي لازم أحفظها. ماشي الحال، نشوف هلأ. رح ناخد أول إشي المونوساكرايدز، السكاكر الأحادية، تمام؟ اتفقنا الكربوهيدرات بولي هيدروكسي الدهايد او كيتون. هلا نشوف شو معرف لي اياها في البدايه وبعدين نخش بالتفاصيل. شو معلومه دول المونوساكرايدز؟ ار سمبل شوجرز كونسيست اوف ا سنجل بولي هيدروكسي الدهايد اور كيتون يونت، يعني كربوهيدرات واحده بس، ماشي؟ وحده من الكربوهيدرات. The most abundant monosaccharide in nature is 6 كربون شوغر دي جلوكوز، أكثر سكر موجود في الدنيا منتشر اللي هو الجلوكوز، تمام؟ مرات sometimes بيقولوا له ديكستروز، تمام؟ هلا بنشوف ليش بيقولوا له ديكستروز، أوكي؟ هلا المونوساكرايدز، مين المونوساكرايدز؟ هم السكاكر الأحادية اللي نحن حناخدهم اليوم. Of more than 4 carbons اللي فيهم 4 كربونات tend to have cyclic structure. راح ندرس هذا الحكي بعدين. تمام، اذا اكثر الكربونات في الدنيا فيها كم كربونه؟ 6 كربونات، تمام. في كربونات اللي عاده اربع، عفوا، في سكاكر اللي اربع كربونات وفوق، يعني بتكون من اربع كربونات وخمس كربونات 6 كربونات، هدول بيعملوا حلقات. راح نشوف شو قصه الحلقات المره الجاي، اوكي؟ بس خلينا هلا على تصنيف المونوساكرايدز. هلا شو خصائصهم المونوساكرايدز؟ برضه الخصائص الفيزيائيه كثير بحبوها بالاسئله تبعتهم، على اساس انه هذا الشيء حفظ وبجيب علامات بسرعه. مونوساكرايدز ار كلرلس، مالها لون، كريستالين سوليدز ذات ار فريلي سولبل ان ووتر، ماشي؟ فريلي سولبل يعني دائريتها كثير كثير عاليه في المي، بات ان سولبل ان نون بولر سولفنت. ليش بدها تكون سولبل بالميه؟ ليش فريلي سولبل ان ووتر؟ مين الشاطر اللي بيعرف؟ ليش؟ مش احنا اتفقنا هي بولي هيدروكسي فيها او اتش كتير، والمية شو رمز المي؟ H2O. اوكي، ففي اذا المية بولر قطبي، واللي عنده بولي هيدروكسي جروب برضه قطبي، فايش في عندنا مبدأ بالكيمياء بيقول لايكس ديزولفز لايكس، الشبيه يذيب الشبيه. المية بتقدر تعمل روابط هيدروجينية مع السكاكر وبتذوبها بكل سهولة. طيب نيجي بولر، بنعرف يعني قطبي، بنعرف شو يعني قطبي؟ قطبي. طيب أنا لما بقولهم يعطوا العضوية قبل الحيوية محدش يرد علي. هلا إذا كان عندك مركب هيك R O H، تمام، أو لو المية كنا بنحكي المية شو رمزها؟ قلتولي H2O، هاي أكسجين وهاي هيدروجين وهاي هيدروجين، أوكي. هلا الأكسجين عنده زوجين من الإلكترونات غير المرتبطة، صح؟ وبيحتلوا أفلاك منفصلة لحالهم. خلينا أكبر هذا، شو اسمه؟ هلا عنا هون هاي الأكسجين بيقول عنها إلكترونيجاتيف أتوم، يعني مركب كهروسلبيته عالية، بيسحب إلكترونات الرابطة التساهمية لعنده، فبصير الإلكترونات ناقصة من عند الهيدروجين، فكأنه الأكسجين بصير عنده شحنة كهروسلبية سالبة جزئية،
والهيدروجين بصير عنده شحنة جزيئية موجبة، فهون بنشأ عنا استقطاب في الرابطة، يعني الإلكترونات كلها رايحة للأكسجين. طب ليه ما راحت للهيدروجين؟ لأنه الأكسجين كهروسلبيتها عالية. هذا الفيلم بيصير إذا كان المركب، إذا كان الذرة هون كانت أكسجين أو نيتروجين، فبنقول المية قطبية بولر. ليش قطبية؟ لأنه الأكسجين ساحبة إلكتروناتها، وكونه اللي على اليمين مش زي اللي على الشمال ما بيلغوا بعض بيناتهم زاوية، فبيكون المركب كلياته مستقطب. خليني أورجيكم بالرموز كيف هذا الحكي بصير. هون زي ما قلنا هاي بتسحب إلكترونات الرابطة لعندها، أوكي نطولها شوي. هون بيكون عندنا شحنة جزيئية سالبة بسموها سالب دلتا، وهون عندي شحنة جزيئية موجبة بتنشأ لأنه الإلكترونات انسحبت من عندها، ونفس الشيء على الجهة الشمال، أوكي رح يصير نفس الفيلم. فاللي بيقولوا عن المية إيش؟ إنها مركب مستقطب، فبيحطوا لنا هيك سهم طويل إنه إيش الإلكترونات محصلة القوة زي تبعت الرياضيات، إنه كلياتها رايحة للأكسجين. نفس الفيلم هون ماشي الحال، برضو الرابطة هاي ما بتكون على نفس الاستقامة، بيكون بيناتها زاوية ماشي، برضو هنا الرابطة مستقطبة، أوكي. فبصير عندنا تجاذب ما بين الشحنة الجزيئية الموجبة على الهيدروجين من جهة والشحنة الجزيئية السالبة اللي موجودة على الأكسجين من المركب الثاني، وهذا ما يدعى بالرابطة الهيدروجينية. أوكي فهمنا ليش لايكس ديزولز لايكس؟ أي شيء عنده هيدروكسيل جروب رح يدوب عنا في المي. هذا على فرض إنه الآر هنا صغيرة. طيب السكريات في عنا 6 كربونات، الآر كبيرة بس كل واحد حيكون عليه أو إتش، فكلياتهم حيكونوا سهل إنهم يدوبوا بالمي. تمام؟ فإذا عرفنا شو اللي يعني اللي بيحكي الفيزيكال بروبرتيز هون، they are freely soluble in water but insoluble in non-polar solvent. non-polar solvent ما بيقدر يعمل روابط هيدروجينية، المركب أساسا غير مستقطب. طيب نيجي للكلاسيفيكيشن is carried in two ways. أنو كلاسيفيكيشن تبع المونوساكرايد؟ طب احنا درسنا مش اليوم قلتي كربوهيدرات، احنا قلنا الكربوهيدرات في منهم مونوساكرايد دايساكرايد وليكوساكرايد وبوليساكرايد. اخذنا المونوساكرايدز اليوم عشان ايش نحكي عنهم، مش رح نخلصهم كلياتهم، رح نخلص جزء منهم اوكي، بس ضروري نحفظ اشي معين هحدد لكم اياه في اخر المحاضره عشان اضمن انكم تحفظوه وناخذ فيه كويز سريع المره الجاي. هلا المونوساكرايدز هدول بيصنفوا ايش التصنيف بناء على two criterias أو بصنفوهم تصنيفين. أول تصنيف بصنفه بناء على الكربونيل جروب اللي بيحتووا عليها. هاي الكربونيل جروب نتذكر هي ما جت معي فوق، جت معي هنا تحت. كربون دبل بوند O هاي الكربونيل جروب. طيب قلنا الكربونيل جروب يا بتكون ألديهايد يا بتكون كيتون. إذا كانت هيدروجين من جهة وكربونات من جهة هذا اسمه ألديهايد، وإذا كانت من الجهتين كربونات اسمه كيتون. حلو، إذا بصنفوهنا بصنفوا السكريات إما بناء على المجموعة الوظيفية الكربونيل جروب اللي بيحتوى عليها، يا ألدهيدية بيقولوا لها الدوز، أو كيتونية بيقولوا عنها كيتوز. حلو، هلا بنرجع له شو كاتب. أو بصنفوها حسب النمبر أوف كربون أتومز دي كونتين. تمام، اللي بيحتوى على 3 كربونات بنقول عنهم ترايوز، تراي باللاتيني يعني 3، الأربع كربونات تتروز، الخمس كربونات بنتوز، الست كربونات هيكسوز، والسبع كربونات هيبتوز. قلنا مين أكتر سكر موجود في الدنيا اللي فيه 6 كربونات واللي اسمه جلوكوز، أوكي؟ طيب ما تيجي تحفظ لي أوز كلياتهم آخرهم أوز، ماشي؟ بعدين هدولي مش أسماء سكريات، هدولي أسماء أو تصنيف السكريات بناء على عدد ذرات الكربون. يبقى في عنا تصنيفين، تصنيف حسب المجموعة الوظيفية والتصنيف الثاني حسب عدد ذرات الكربون. حسب المجموعة الوظيفية تمام، in the open chain في النظام السلسلة المفتوحة. طب شو سلسلة مفتوحة؟ قلنا السكريات اللي فوق اللي عدد ذرات الكربون فيها فوق الأربعة رح تعمل حلقة. نيجي هلأ للمونوساكرايدز chemical structure. انت شو اللي حكيت لنا اياه قبل شوي؟ انا قلت لك التصنيف تبعهم، ما اعطيتك اسمائهم. قلنا بيصنفوهم اما حسب المجموعة الوظيفية لألدوز او كيتوز، او بيصنفوهم حسب عدد ذرات الكربون ترايوز تتروز بنتوز هكسوز هبتوز. اوكي طيب نشوف شو مالهم هدول.
هلا المونوساكارايدز كيميكال ستراكشر ذات كان بي درون ان تو ويز، يا بيرمزوا لها الى بهاي الطريقه السهله بسموها فيشر بروجكشن اللي هي الاسهل واللي احنا بنستخدمها، او في هاي الطريقه اللي بتورجي الشكل ثلاثي الابعاد. تمام، انه على اساس زي ما اتفقنا المره الماضيه انه الكربون ما بتعمل زاويه 90 زي ما هو مبين في الصوره، الزاويه 109.5. فهدول الاشي المخطط او الرابطه المخططه كانها فايته جوا اللوح، اوكي، والاشي السوليد اللي هيك غامق كانها طالعه من اللوح، فكانه رابطتين فايتين لجوا ورابطتين طالعين لبرا، اوكي، عشان يظبطوا لك الشكل ثلاثي الابعاد. فهي بسموها برسبكتيف فورمولا، بس طبعا الفيشر بروجكشن كتير اسهل، اوكي. طبعا ليش بنعرض التنتين؟ عشان انت ما تتفاجئ لما تشوفها وبتفهم هم ايش كاتبين، اوكي. طيب ماشي الحال، يعني احنا حنمشي على فيشر بروجكشن، ايوه حنمشي على فيشر بروجكشن. طيب نيجي نشوف الاكزامبل اوف الدوزز. هلا يا حلوين شو بدكم تعملوا؟ بدكم تركزوا معي، تمام. هلا هدولي كلياتهم سكريات، تمام، وبدنا نحفظ اسمائهم، يعني بدنا نعرف نرسم المركب الكيميائي. انا ما بقول لك ارسم المركب الكيميائي، بس لما بسالك عنه بقول لك فيه 5 كربونات ولا فيه 6 كربونات ولا 3 كربونات، انت لازم تعرف بناء على التصنيف، ماشي. هل هو الدهيدي ولا كيتوني؟ لازم تعرف بناء على التصنيف، يعني ما بقول لك ارسمه ولا بجيب لك اياه مرسوم بقول لك شو هو، تمام. المشكله انه يا ريتني بجيب لك اياه مرسوم بقول لك شو هو، كان اسهل عليك، بتقعد بتعد الكربونات وبتخلص، ماشي. لكن النظام المتبع في الأسئلة تبعت الشامل هي الدوزز، بدنا نبلش في المجموعة الألدهيدية، إنه هو بيجي بيسألك مثلا زايلوز، تمام، هل هو ترايوز ولا تتروز ولا بنتوز؟ إذا أنت كنت حافظ هدول بتكون عارف إنه هو أبو الـ5 كربونات يبقى هو بنتوز، تمام، لازم تكون عارف إنه هو الدوز ألدهيدي. وضحت الفكرة شو بحكي؟ لكن سكر الجلوكوز، هاي اوكي، سكر الجلوكوز هذا لازم نعرف عنه كل اشي، بدك تحفظ لي اياه من الالف للياء، تمام. تحت الفكرة اللي بحكي فيها، اتفقنا مبدئيا؟ طيب السكوت علامة الرضا. اذا نيجي لأول واحد اللي هو مبلش بالمجموعة قلنا الالدهيدية، هاي السكاكر الثلاثية اللي متكون من 3 كربونات 3 carbon atom. هذا ايش اسمه؟ جليسر الدهايد. جليسر مأخوذة من جليسرول، متذكر الجليسرول في العضوية كيف كانوا يرسموا؟ طبعا ما أخذناش عضوية الحمد لله، فأنا أضطر أشرح كل شيء. هاي هذا هيك 3 كربونات وكل واحدة عليها او اتش بيقولوا له جليسرول، اوكي، هاي او اتش OH هاي OH، هذا سكر اللي أنا برسمه؟ لا، شو دينه هذا؟ جليسرول، هذا بيسموه كحول متعدد، جليسرول، هذا مش سكر. طب ليش حطيت لنا اياه هون؟ علشان نعرف الاسم هذا جليسرالدهايد من وين جاي، لانه هاي عليها او اتش وهاي عليها او اتش وهاي عليها دبل بوند او، فهم شبه الجليسرول بس هو كانه جليسرول وحده فيهم متغيره لالدهايد فصار اسمه جليسرالدهايد، اوكي. طيب نيجي لابو الفور كربون اتومز. الفور كربون اتومز في عندي ايرثروز وثريوز. طيب الفايف كربون اتوم شو في عنا؟ رايبوز، وين حكولنا عنه الرايبوز هذا؟ رايبوز رايبوز رايبوز، قبل شوي جبنا سيرته الصفحة اللي قبلها، تمام، عفرم عليك، بالدي ان اي، اوكي، لما حكينا الفانكشنز تبعين الكربوهيدرات. طيب ايش في كمان عندنا؟ ابو 5 كربونات في عندنا ارابينوز زايلوز وليكسوز. في عندنا ابو 6 كربونات في عندنا اللوز التروز جلوكوز مانوز وقول سي وإد سي، وفي عنا جالاكتوز وتالوز. ليش في إشي عليه مربعات أو مستطيلات وإشي ما عليه مستطيلات؟ قال بيقول لك هذا اللي عليه مستطيلات الأكثر تواجداً في الطبيعة، أوكي،
فكونه أنا بدي أخذ كيمياء حيوية فمعناته يفترض فيه أحفظ الأكثر تواجداً في الطبيعة. ماشي الحال، بس الباقي بمر عليهم مرور الكرام، يعني من ناحية العلم في الموضوع. أوكي، هلأ أنتي قلتي لنا الجلوكوز لازم نعرف عنه كل شيء. أوكي، طيب كيف لازم أعرف عنه كل شيء؟ كم كربون الجلوكوز؟ عد 1 2 3 4 5 6 كربونات، كلياتهم او اتشاتهم على اليمين ما عدا الكربون الثالث او اتشتها على الشمال. حلو، نحفظ هاي الشغله. هلا بنرد بنفتح اللوح بنرسم لكم اياه. طيب ليه في اشياء حاطين الكربون بالاسود واشياء الكربون بالاحمر؟ كربوني اسود، احمر، احمر، اسود، اسود، احمر، احمر، اسود. ليه؟ قال هل هاي الكربونه اللي بالاحمر هذه كايرال سنتر؟ نتذكر شو الكايرال، شو شرط كان الكايراليتي؟ انه الاشي يكون منه يمين وشمال وما ينطبق على صورته في المراية. شو كان الشرط؟ شو كان الشرط؟ اخذناه المرة الماضية يوم الخميس. هذا معناته بدنا كويز سريع 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 مشان نقدر نلملم المادة. هلا احنا اتفقنا انه الكربون عشان تكون كايرال لازم تحمل 4 مجموعات وظيفية مختلفة وجميع الروابط تكون أحادية. تمام، تعالي من الكربون الثالثة، هاي كم رابطة بتحمل؟ هاي تنتين هيدروجين، واحدة او اتش، والمجموعة اللي فوق هاي كم صاروا مجموعة؟ كم مع 4، في تنتين منهم شبه بعض، في تنتين شبه بعض اللي هم الهيدروجينتين. يبقى هاي كايرال ولا مش كايرال الثالثة؟ مش كايرال. معاي انتو؟ معاك. اوكي، بس ما فهمت. حضرنا المحاضرة الماضية؟ حضرناها بس ما فهمنا عن شو سألتي. احنا فاهمين هذا الشيء. اوكي، انه ما يكون طيب كربون عليها 4 مجموعات وظيفية. هلا هاي الكربون التحتانية الثالثة عليها 4 مجموعات وظيفية ولا في تنتين شبه بعض؟ في تنتين شبه بعض. في تنتين شبه بعض، يبقى ما بقدر اقول عنها كايرال، يبقى صورتها هي وفي المراي رح ينطبقوا على بعض، ما حيكون منها يمين وشمال. تمام، فعشان هيك حطوا ليها اسود. هلا الكربونه هاي الثانيه اللي حاطينها احمر، هل تحمل 4 مجموعات وظيفيه مختلفه؟ نعم، هون هيدروجين، هون او اتش، هون كربونيل، هون كربون او اتش، يبقى 4 مجموعات وظيفيه، يبقى هاي كايرال. تمام، في منها يمين وشمال. هلا الكربونه الاولى هل تحمل 4 روابط منفردة؟ لا، في منها دبل بوند او، الدبل بوند او ما حيزبط فيه اللي هو المركب وصورته في المراي، لانه ايش؟ ما رح يشتغل زي الروابط الاحادية، ما حتكون الرابطة الزوايا 109.5، رح يكون جزء من المركب في مستوى البلانر، لما بيكون بلانر ما حيكون منه يمين وشمال، رح يكون هو وصورته حينطبقوا في المراي. فمشان هيك اذا ما فيها كايرال الكربون هاي مش حيكون كايرال، يبقى الكربون الاولى مش كايرال، الثانيه كايرال، الثالثه مش كايرال، اي كايرال. اوكي، فمشان هيك حطوا لك وحده سوداء وحده حمراء وحده سوداء. اوكي، تعال طبق لي هذا الاشي على مركب اكبر شويه اللي هو ابو الاربع كربونات اللي هو الارثروز. الكربون الاولى متفقين عليها مش كايرال، هاي الالدهيديه مش كايرال. ليه؟ لان هذا بالبوند او. الثانية 4 مجموعات مختلفين، اليمين غير الشمال، اللي فوق غير اللي تحت. اوكي، يبقى كايرال. هاي الـ OH يمين شمال فوق تحت مختلفين عن بعض، يبقى كايرال. الثالثة في عنا في عنا هيدروجينتين زي بعض، يبقى A كايرال. اوكي، طب تعال شوف لي الجلوكوز، احنا بهمنا الجلوكوز كتير كتير كتير، وقلنا بدك تعرف كل اشي عنه. اوكي، هلا الكربون الأولى هل حتكون كايرال؟ أول كربون لا، اي كايرال لان هذا بالبوند او. الثانيه كايرال ولا اي كايرال؟ كايرال. كايرال لانه اليمين غير الشمال، اللي فوق غير اللي تحت. طيب تعالي على الثالثه، برضه اليمين غير الشمال، اللي فوق غير اللي تحت، يبقى كايرال. اللي بعديها الرابعه يمين غير، عفوا، الرابعه يمين غير الشمال، غير اللي فوق غير اللي تحت. الخامسه يمين غير الشمال، غير اللي فوق غير اللي تحت، يبقى كايرال. صفى عندك الكربون الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هدول كايرال. السادسة هون عندنا السكاكر الكيتونية، في 3 كربونات، في 4 كربونات، في 5 كربونات، في 6 كربونات. هلا الثلاث كربونات اسمه داي هيدروكسي اسيتون، يعني كأنه اسيتون بس عليه 2 هيدروكسيل جروب،
طبعا احنا مش عارفين الاسيتون لانه مش ماخدين كيمياء عضويه. الاسيتون هو كيتون، هيك رمزه بيكون 3 كربونات و2 دبل بوند او، هذا اسمه الاشي اسيتون. اوكي تمام، هذا اسيتون. اوكي ابسط مركب كيتوني هو الاسيتون. طب منين جه هذا الاسم؟ داي هيدروكسي اسيتون، يعني كانه اسيتون بس عليه اطراف 2 او اتش، فقالوا عنه داي هيدروكسي اسيتون. يبقى هذا سكر ثلاثي كيتوني، هون سكر رباعي كيتوني. شايفين الكيتون جاي وين؟ على الكربونه الثانيه، اسمه اريثرولوز. ما قبل شوي قلت اريثرولوز، لا اللي قبل شوي كان اسمه اريثروز، الاريثروز كان الدهيدي، الاريثرولوز ايش؟ سكر كيتوني. طيب ابو الخمس كربونات في عنا الريبيولوز، طب قبل شوي قلتي هذاك اسمه رايبوز، الالدهيدي كان اسمه رايبوز الصفحه اللي قبليها، هذا اسمه الريبيولوز. اوكي هذا اسمه كمان زايلولوز، مش زايلوز، زايلولوز فيه قله زياده، يعني الاريثرولوز فيه قله زياده، الريبيولوز